معانا هنا ومع حضراتكم يعني مؤمن عصام بيقول ناصر ماهر هو افضل لاعب في المباراه من وجهه نظره، عماد بيقول عبد اللطيف بيقول ناصر ماهر، رضوى بتقول ناصر ماهر، محمد ايمن بيقول ناصر ماهر، محمد جمال بيقول ناصر ماهر، تامر بيقول ناصر ماهر، وكمان محمد مجدي بيقول ناصر ماهر. انا عايز اقول لكم على حاجه، هنحاول في يوم من الايام نجيب 3 4 من الناس اللي بيحبوا النادي الاهلي قوي او المشجعين للنادي الاهلي ونتكلم معاهم في الامور التحليليه، يعني الامور الخاصه بالمباريات، وهنعمل منافسه كبيره جدا ما بين تحليلكم على وخصوصا لو كان الجنس لطيف، واحنا عندنا الجنس الناعم ناعم والجنس الخشن خشن. هضطر القعده يعني لازم برضه نسمع وجهات نظر الناس يعني. ف آسر بيقول ناصر ماهر، في اجماع على ان ناصر ماهر هو، ألا مصطفى بيقول ناصر ماهر، محمد عاطف بيقول ناصر ماهر، وبيقول هشام محمد كان بيموت نفسه على كل كوره، احمد علي او احمد علاء بيقول ناصر ماهر، محمود عيسى بيقول ناصر ماهر، وكريم رزق بيقول ناصر ماهر، مجموعه من الرسائل الكتير جدا جدا، محمد تميم بيقول ناصر ماهر، واسلام علي بيقول ناصر ماهر، والدنيا دواره ناصر ماهر، علي بيقول ناصر ماهر، وكريم عبد الله بيقول ناصر ماهر، وحوده كامل بيقول ناصر ماهر. كميه كبيره جدا من الرسائل، اعرضوها على الشاشه على طول قبل ما ناخد راي كباتننا كمان مين احسن لاعب في اللقاء من وجهه نظركم. خلينا نشوف برضو اخر ورق اللي ممكن ناخده، هي رسائل كتير جدا بشكركم عليها طبعا. احمد صبري بيقول ناصر ماهر، ومحمود محروس العتيبي بيقول ناصر ماهر، واحمد سويلم بيقول ناصر ماهر، احمد امير بيقول ناصر ماهر، وسلام احمد بيقول ناصر ماهر، وايمن بيقول ناصر ماهر، واحمد امين بيقول ناصر ماهر، رضوى بعت كتير بتقول ناصر ماهر، عبد الله اشرف برضو ناصر ماهر بالنسبه له، احمد علي بيقول ناصر ماهر برضو، وشدوى بقى المره دي مش رضوى بتقول ناصر ماهر، احمد سعيد بيقول لي راجل المباراه بالنسبه له هو كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي، سندس محمد بتقول ناصر ماهر، دولة بيقول ناصر ماهر هو راجل اللقاء النهارده. من وجهة نظرك مين راجل اللقاء النهارده؟ عارف ليه بيقولوا ناصر ماهر؟